راعي الرجولة من سلالات فرسان، نادر وهو نادر وما أحد مثيله، من خالص أبيات التهالي ولا الحال، والقافيات الخالدة والجزيلة، مكتب حروف الود في عالي الشان. حصريا حصريا لدى استوديو زفات فرح، لدى استوديو زفات فرح. راعي الرجولة من سلالات فرسان، نادر وهو نادر وما حد مثله، من خالص أبيات التهاني والألحان والقافيات الخالدة والجزيلة. راعي الرجولة من سلالات فرسان، نادر وهو نادر وما أحد مثيله، من خالص أبيات التهاني والألحان والقافيات الخالدة والجزيلة، مكتب حروف الود في عالي الشان. نادر أمجاد للصفات النبيلة، في ملكته كل القصايد والأوزان، تطرب مسامعنا بشيلة جميلة، ورا الصفات المد من خير إبداده في جودك أدفة طويلة، وبه رمز العز في كل ميدان، مقدام وفعاله عظيمة جليلة، والشبل من ذاك الأساد عبر الأزمان، والنعم به أهل النفوس الأصيلة، والشبل من ذاك الأساد عبر الأزمان، في ملك دانة التهالي بشيلة، وشاركه في فرحة آخر الأخوان، وفي وصفهم كل القصايد قليلة، وشاركه